11 عقارب هذوك حديت ولا حرج، كل صباح ولا كل عشيه خاصك تبدا تقتل في داك الشيء. راه مشكله زعما حنا كنعاني واحد المعاناه الماء فوق التحمل. داك الشيء عطاوك ديك 2 مليون ما كافياش هي باش تبني. الناس دابا لا خيام وما وداك الناس اللي ما شد لا 2500 ولا والو، وما عنده المشكله هي الاولى ما عنده فين يمشي مازال. ما عندنا فين نسرحوا غير جلينا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا متضرر من الزلزال وجيت باش نقدم الشكاية ديالي هنا أمام البرلمان. كنقدم الشكاية ديالي أولا للناس المسؤولين اللي عندهم ضمير، الناس المسؤولين اللي عندهم ضمير، وكنأكد على هذه ووضعت تحت منها 4 الخطوط حمراء اللي عندهم ضمير. المشكلة اللي عندنا هي الدار ريبالية، فهمتيني؟ رايبة جزئيا ماشي كليا، جزئيا، ولكن عندي واحد الدار حدايا تاهي كتشكل خطورة تقدر تهدم داكشي اللي باقي. وقدمت شكاية باش يهدموها وما بغاوش يهدموها لا في القيادة ولا في العمالة، والرئيس تاع الجامعة تا هو فراسو بهذيك الدار وكيعرفها وما بغاوش يريبوها. وانا دابا 9 شهور وانا كنعاني في القياطون وتحت الملاصير ومكرفص انا وليداتي، والصحة ما كايناش والله غالب. راه كنجيو غير بالزز هنا علاش؟ لان مضرورين، راه كنتسلفوا باش كنجيو لهنايا. مكرفص ماشي في القياط، اللي عايش في القياط كيفاش غادي يكون اخويا؟ والله العظيم كيدخلوا علينا الكلاب حاشا حتى البلاصه اللي كننعسوا. دابا كيشموا ريحه الماكله، ريحه الخبز، هذه كيدخل عندك حتى القيطون. وصل انت ناعس وكيضر لك فوق منك فوق الكاشه، ولا وصل المعان كتولي انت خصك تخرج باش تمشي تجري عليه، ومهدد باش يقدر يعضك، يقدر الحناشي هاد اللي والعقارب هادو كاع ما نهضروا مع هادو كاع ما الحناشي والعقارب هادوك حديت ولا حرج، كل صباح ولا كل عشيه خصك تبدا تقتل في داك الشيء. راه مشكله زعما حنا كنعاني واحد المعاناه الماء فوق التحمل. الاستفاده مازال ما استفدناش. المشكل هي الاستفاده، سواء اللي استفد سواء اللي ما مستفد، كلشي مكرفصين. لان هذوك اللي مستفدين عطاو قالوا لهم يبنيو بشي معايير اللي هو واخا غادي تبني ما نعرفوا ناطحه السحاب، ماشي غادي هذاك الشيء عطاوك ديك 2 مليون ما كافياش هي باش تبني، فهمتيني؟ ما كافياش باش تبني. والناس الاخرين اللي ما مثلا باقي ما استفدتيش، راه هذوك راه هذوك حاجه اخرى كاع، راه حيتهم المكرسين في المعيشه ديالهم، مكرسين في كل شيء بدون سيدنا. جينا على المطالب ديال داك الشيء ديال الزنزال، حنا ما استفدينش، الناس استفدوا والناس شدوا داك الشيء اللي كاين، والناس شدوا جميع المسائل اللي قال سيدنا الله ينصرو، وحنا متضررين ما شدينا لا ريال لا جوج، وحنا مازال الان ساكنين في القياطن، ما كنطلبوش ما ناكلو، كنطلبوا السكن، ما عندنا فين نسرحوا غير رجلينا، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وداك الشيء اللي كيجينا كيجي عند الحباب وعند اش كيقول ليه المحسنين الله يجازيهم بخير، وكيوصلوا القياده وما كيوصلناش حنا، ولا اله الا الله محمد رسول الله. عايشين سيدي غير هكاك، داك الشيء اللي رزق الله، اللي قال ما عايشين ويجي يسكن معنا غير 3 ايام ولا يومين. داز علينا الشتاء، داز علينا البرد، ها السخونيه دابا جات، ها الحنوشه، وها راح الناس دابا ساكنين غير في الخلاء، والمتضررين انا براسي نفسي ما شديت انا سنتيم ولا حد، وداروا لي ما ساكنش وها المحل ديالي وها الورق ديالي ديال الضو، جميع المسائل كاينين، ولكن اش غنقولوا؟ الله ينصر سيدنا. هذا الشيء اللي غنقول. حنا جينا على حسب الدعم ديال الزلزال اللي قال لنا سيدنا الله ينصره الله يحفظه. اللي حنا متضررين ومازال حد احنا ما مستفدينش دابا 9 شهور وحنا في القياطن والناس في القياطن وما مستفدينش. داك 2500 درهم راه ما كايناش، داك 8000 درهم راه ما كايناش، 140000 درهم راه ما كايناش. حنا راه حتى حاجه مازال ما شفنا. وهاد الناس بغينا نعرفوا علاش حنا ما مستافدين، ما عارفين واش حنا تقصنا، واش من اللجنه، واش من العماله، واش من القياده، الله اعلم. وهاد الناس الديور كيقول لنا الدار لا يحتاج تدخل، الدار الا شتي الدار مهجوره من الزلزال، والزلزال راه ديال الله تبارك وتعالى، ولكن غير حنا جينا على حسب الدعم اللي قال لنا سيدنا الله ينصره. المعيشه الناس دابا لا خيام
وما وداك الناس اللي ما شاد لا 2500 درهم لا والو وما عنده المشكله هي الاولى ما عنده فين يمشي مازال بغى يمشي غير للخدمه باش يجيبوا لولادو ما ياكلوا وما عنده فين يمشي حيت راه ولادو يخليهم في الخيام حنا راه كلنا كنخرجوا للمدن الاخرين كنجي للرباط وكنمشي للدار البيضاء وكنمشي لاكادير تيزنيت ولكن دابا واش غتخلي ولادك في الخيام وتمشي تقلب على ما ياكلوا راه ما عندكش لا الحمد لله داك الشيء رضي الله تبارك وتعالى ولكن حنا دابا جينا كنطلبوا سيدنا الله ينصرو على حسب هذا الدعم ديال الزنزال راه الناس راه مكرفسين وعندنا دواور راه قليل اللي مستافد في هذا الشيء ديال الزنزال راه قليل اللي مستافد فالدواور اللي عندنا في جامعات دار الجامع جينا ما استفدناش ما استفدناش استفاده كل شيء ما استفدناش الدوار استفدوا فيه جوج في الدوار ديالنا استفدوا فيه جوج الناس دوار ايغورغور جماعة الخميسي دي وعزيز الدار كلشي مشقوقه كلشي مشقوقه في القيطون 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 سميتو كندخل الدار وين ما كنعسو فيهاش نهار بالنهار ما بالليل ما كنعسوش فيهاش جات اللجنه الاولى جات درنا الشكايه جات داخل اللجنه الثانيه درنا الشكايه والو درنا ديال القياده درنا ديال العماله والو ما جاوبونا والو لا ها سميتو كلشي تشقت ما الوفاه ما عندنا كاين في منطقة قرب علينا دواور قرب علينا فيه الموتى طالبين حقنا بحال الناس كاين اللي يستافد ما جرات ليه الدار والو كاين اللي يستافد الدار بجوج الناس ثلاثه الناس حنا ما استفدناش